السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة أخرى من وصفات قناة مطبخي من هولندا. اليوم بمشيئة الله غادي نحضر بتي فور الشميشة بطريقة سهلة بسيطة، مكونات موجودين في كل بيت بمشيئة الله، بإمكان أي مبتدئة تصاوب حليوتها في الضأن تاعها دون عناء أو تعب وتنجح معها من أول تجربة. كيجي لذيذ رائع، كيدوب في الفم، كتسقطوه بلا مضيغ. بسم الله على بركة الله غادي نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا. أولا كنحتاجو الزبدة على درجة حرارة الغرفة، عندي واحد 125 غرام نتاع الزبدة، كنضيف لها واحد 3 نتاع المعالق من السكر بودا صافي، وواحد شيشة خفيفة نتاع الملح لأنني أنا ما مستعملة الزبدة ما ملحاش. كانت عندكم الزبدة مالحة فما يحتاجش كتستغناو على هاد الشيشة ديال الملح في الحلويات نتاعنا كاملين صافي. وكنبدا كنعجنها، انا ما غاديش نقطع معكم هنايا ما غاديش نقطع التصوير في هذا المقطع هذا، واخا ما عنديش مع الفيديوهات يجيو طوال، ولكن الله غالب ما عندي ما غادي ندير، خاصكم باش تشوفوا بانه اغيب الحراره نتاع اليد، واخا الجو عندنا بائد ولكن ملي كنعجنوها مزيان هذيك الزبده مع السكر كلاصي هكا كتذوب بوحدها، كيدوبوا بعضياتهم بمعنى حتى كتجعنا على شكل كريمه صافي. هو هذه الغايه، هو هذا الشيء اللي بغينا حتى حنايا، بغينا باش انه كنخدموها مزيان غير بيدينا حتى كنوصلوا لهذا القوام هذا نتاع الزبده مع السكر صافي حتى كيتطلقوا. كنبداو دابا كنضيفوا في المكونات الاخرين، كنضيف الزيت، عندي الزيت نباتي واحد الكاس نتاع الشاي اللي السيعه نتاعو في السائل 150 مليلتر، هو هذا اللي غنشدوا به القياسات كاملين. كنضيف فوق منه واحد الكاس نتاع جوز الهند اللي هو الكوك صافي، وكنجمعهم اولا كنبقى كنعجنهم مع بعضياتهم مع هذيك 125 غرام تاع الزبده وثلاثه ديال المعالق نتاع السكر كلاصي. ما كانش عندنا السكر كلاصي وبغينا نستعملوا السكر حبيبات كان هو اللي موجود فضروري ما غادي نديروه، ولكن غير نطحنوه واحد الطحينه خفيفه وصافي. يعني نحاولوا حيتاش كاين واحد النوع نتاع السكر اللي كيكون شي شويه خشين وكاين اللي كيكون شي شويه رقيق صافي. هي هذيك جمعناهم اولا خلطناهم كاملين. كنضيفوا المكسرات، المكسرات كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه، انا درت 3 ديال المعلقات نتاع الجوز اولا الكاع، عندي واحد الساشي غادي نتاع غادي نكهوها بنسمه الفاني حتى هو، واحد الساشي نتاع السكر فانيليا قياس 8 غرام، وواحد المعلقه نتاع مزهر في الحقيقه انا عزيز عليا مزهر بزاف في الحلويات، داك الشيء علاش في الحقيقه لو كان لقيت كل حلوه نزيد فيها واحد المعلقه ولا جوج نتاع مزهر. كنضيف المايزينا او النشا اللي حتى هو كيحافظنا على الشكل نتاع الحلوه وكيزيد كيكمل لنا هذيك الهشاشه وكيكمل لها هذيك الخفه وهذيك الهشاشه نتاعها. درنا المايزينا او النشا الذره صافي، وكنبداو كنخلطوا هاد الحويجات كاملين، هاد المكونات كاملين كنخلطوهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا الخليط. يعني شحال ما خدمنا الحلوه مزيان قبل ما كنضيفوا لها الطحين الا الوصفه نتاعنا كتكون ناجحه. بعد كنبدا نضيف الطحين بالتدريج، الكميه نتاع الطحين اللي احتاجيتها في هذه الوصفه هذه 3 الكيسان ونص الدقيق نتاع الحلويات ضروري، ما كنستعملوا في الحلويات كاملين الدقيق نتاع الحلويات، نحاولوا لقينا شي دقيق نتاع الحلويات يكون ممتاز فمن الاحسن حتى هو كيزيد كيعاوننا باش الوصفات نتاعنا ان شاء الله يكونوا ناجحين صافي. كنبدا نضيف كاس موأ كاس وانا كنخلط، يعني كنحاول باش انه هذاك الدقيق يدخل في هذوك المكونات يشربوه هذوك المكونات يعني حتى كينسجموا مع بعضياتهم، عاد كنبدا كنضيف. انا دابا في الكاس الثالث، بالنسبه للكاس الرابع غادي نعمره حتى هو بالطحين ولكن غادي نضيفه بالتدريج، كتوقف دائما على نوعيه الدقيق والسرعه نتاعو في الامتصاص. هذه العمليه هذه النقطه هذه كاينه في جميع الوصفات اللي كنديروا فيها الدقيق دائما، حتى شي حاجه يعني ما كاينه حتى شي حاجه ما فيها غارونتي بانه نقول لك 3 الكيسان ونص غادي يخرجوا لك 3 الكيسان ونص، تقدر تكون معلقه زايده تقدر تكون معلقه ناقصه، دائما كنخدموا بالتدريج ملي كنوصلوا يعني باش غادي نوصلوا للقوام اللي بغيناه، دائما كنضيفوا كل حاجه كنضيفوا منها غير بالتدريج، سواء كان طحين كان سائل اي حاجه كنضيفوا شويه بشويه باش ما كنضيعوش الوصفه صافي. دابا هذاك الكاس الرابع بمعنى انا غادي نضيفه غير بالتدريج قياس معلقه بمعلقه حتى كنوصل للنص نتاع الكاس، كيف كنشوف العجينه بانها جمعت بعضياتها، الا دوك الفئتيتات نتاع العجين كيكونوا هابين في القصيعه اولا في الانيه اللي كنديروا فيها ملي كندوزها عليهم وكتجمع خوتها اللي هما هذوك الفتيوتات ملي كتجمعهم صافي كنعرفوا بانه هو هذاك القوام المطلوب صافي. كنجمعها كنخليها كنحطها جانبا على ما كنصاوب الحويجات اللي انا محتاجاهم يعني اللي غادي نحتاجهم، هي هذه الكميه
اللي هو الصينيه اللي غادي نطيبوا اللي غادي ندخلوها للفران كنغلفوها. هي هذه كميه تاع الطحين اللي بقات لي من الكصائب، يعني ثلاثه د الكيسان ونص جات نيشان. كنديروا واحد الزليفه، هذا الخليط هذا هو اللي غادي نفندوا فيه هذا الحليوه هذا او هذا البيتي فو نتاعنا. درت واحد ثلاثه د المعلقات من جوز الهند نتاع الكوك، وكنضيف لهم واحد المعلقه من السكر حبيبات، كيعطينا واحد الحوشيه من الفوق وكيعطيها واحد المنيض وكيزيدها لذه على لذه. صافي كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم الكوك مع السكر، وكنبدا كنصاوب نشكل الحليوات نتاعي. انا في هذه الوقيته هذه مسخنه الفران، هذه الحليوه هذه غادي نطيبها في 170 درجه. المده نتاع الطياب كتوقف، يعني غادي تشوفوا يعني كل فران وطيابه سبحان الله. واخا نقولوا 170 درجه كل نوع نتاع الفران وكيفاش كيطيب، يعني غير ما بين الفران اللي عندنا هنا حنا في الدار والفران اللي عند اختي، واخا نفس المده ونفس نفس المده كل فران وطيابه نفس المده ونفس درجه الحراره، ولكن يعني كل واحد وكيفاش كيطيب. هو هادشي اللي بغيت نقول لكم، كنتمنى تكونوا فهمتوني. دائما الحلوه منين ديروها ما كتغفلوش عليها، دائما تبقاو حاضينها بعينيكم، يعني حاضينها زايدين وكتشوفوا في الفران. كي كتفوت كتوصل واحد 15 دقيقه واحد ربع ساعه كنحلوا عليها الفران وكنقيسوا شي شويه بيدينا، كنهزوها شي شويه من التحت كنشوفوا لقيناها تحمات من التحت، هذا كيعني بانه الحلوه نتاعنا راه واجده. ما نخليوش عاود الحلوه نتاعنا كطيب حتى كيشربها الفران وكتجينا يعني قاصحه وكتنشف لنا عاودتها. هذه ما الله سبحانه ما يبغيش هاد الضياعه هذه. صافي من بعد ما كوتش هذيك الكميه اللي عندي نتاع العجين كلها وفنتها في الكوك وفنتها في داك الزليفه اللي انا دايره فيها ثلاثه د المعلقات نتاع الكوك واحد المعلقه نتاع سنيده، كنقشمهم بهذاك المقشم اللي على شكل شميشه. بالنسبه للشكل كيبقى اختيائي، كديروه كيف بغيتوا، والتزيين حتى هو كيبقى اختيائي، كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه وعلى حسب الموجود عندكم في الدار. انا بعد ما قشمتهم كاملين درت فيهم واحد نص قطعه من الفوي كونفي، هذه كتبقى مساله اختيائيه. دخلتهم الفران اللي سبق لي مسخناها على 170 درجه، القياس نتاع الوقيته نتاع الطياب نتاعهم ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ما كنفوتوهاش ما كنتجاوزوهاش. هو هذا شكل لي بتيفو نتاعنا بعد ما جبدناهم من الفران. ماش غادي نقول لكم، اللذة لا تقاوم، جاو من اروع ما يكون. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك، ديروا ابوني الى باقي ما دأتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حول الوصفه فما تقضوش باش تكتبوه لي في كومونتي، وانا غادي نعاود نشرح الفكره من جديد. كان عندكم اي طلبات على حسب، عاونوني بافكار يعني في وصفات اللي بغيتوهم نحضروهم مجموعين ان شاء الله، وانا غادي ندير مجهودي باش نحضروهم في اسرع وقت. شكرا لكم والسلام عليكم.